السادة الحضور، اسمحوا لي أن أتوجه باسمكم جميعاً لعظيم الشكر والتقدير للسيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لرعايته وحضوره هذه الاحتفالية وحضوره مباشرة بعد انتهائي من اجتماع مجلس الوزراء، والذي أصر سيادتي على مشاركة أمهات الشهداء في احتفالهم اليوم بعيد الأم وتكريم شهداء الشرطة. السيدات أمهات الشهداء، اسمحوا لي ونحن في هذا الحق الذي نحتفي به بأرواح شهدائنا الأبرار أن أهنئكم بما ناله أبناءكم وإخواننا من منزلة لا يستحقها سوى رجال أبطال ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أرواح الآخرين حتى يتحقق الأمن لأبناء شعبنا. اسمحوا لي يا أمهات الأبطال أن أحمل لكم رسالة من كل رجل شرطة بالعزة والفخر لما قدمه أبناءكم من تضحية وفداء. لقد كتبت مع كل شهادة بطل أهداف شهادات الميلاد ليصبح بها كل رجال الشرطة أبناء لكم نعمة جميع رجال الشرطة أبناء وأخوانكم أبناء وزارة الداخلية، وهم دائما البيت والمقصد لكم لفتح أبوابها وقلوبها. ويكرمنا في أولادنا علشان في الأطباق كلهم، ربنا يقويهم وينجيهم ويحافظ عليهم كل شهر ويحافظ على مصر من اللي هي فيه، إن هما ما بيكرموش الضباط وما بيقدروش الضباط والمجندين. ربنا معاهم كلهم وبدعيلهم، ربنا يكرمهم ويقويهم. أحمد ابني كان واقف في البرج وجات عليها يوم الحادثة اللي حصلت دي ودي موتوه، مات في سجن أبو زعف اللي اتكل على الله، الله يرحمه. 25 20 يناير ومات واتكل على الله، الله يرحمه ويسامحه ويحسن إليه وربنا يخلي الداخلية واللي في الداخلية ويخلي الوزير ويخليهم كلهم يطول عمرهم يا رب. أنا والدتي الشهيد النقيب أحمد سعيد محمود عبد الله، أنا النهاردة فخورة جدا بابني شهيد الشرطة وشهيد الواجب، وسعيدة جدا بالحفل التكريم اللي عملته وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الوزير وزير الداخلية، حفل جميل جدا والحمد لله يعني كل وزارة الداخلية بتخفف عننا ألمنا ووقفة جنبنا، وإدارة العلاقات الإنسانية صراحة إدارة محترمة جدا وناس كلهم حنان وحب ومش لاقي والله كلام أقوله، يعني إلا إني أشكر الناس دي وأقول لهم كتر خيركم وربنا معاكم وربنا يا رب ينصر مصر وربنا يخلي الشرطة كلها ويخلي أبناء الشرطة كلهم يا رب ويحميهم يا رب.